هلا احنا احد الاشياء اللي افترضناها بالسؤال بالاكزامبل 1.2 افترضنا ان البيرميبيليتي كونستانت. لو اطلعنا على هذا الكيرف اللي هو بين H اللي هي ماجنتيك فيلد سترينث وحدتها امبيرز بير متر وبي اللي هي ماجنتيك فلكس دنسيتي وحدتها تسلا اللي هي امبيرز اللي هي ويبرز بير سكوير متر. العلاقه مش خطيه بينها، لو انه العلاقه كانت خطيه بينهم هذا طبعا مش صحيح، بس لو العلاقه كانت خطيه بينهم تتذكروا احنا حكينا انه بي بتساوي ميو اتش، وهاي حاولنا نستعملها حتى نفسر طبيعه مغناطه الماده. فالمغناطه في الماده بتصير اشد كل ما زادت، زاد المجال المغناطيسي اللي احنا حاطينه اللي هو عدد اللفات في الكرنت في طبيعه مغناطه الماده اللي هي ميو بتزيد معنا. لو عكس لو غيرنا هاي بتصير عندي ميو بتساوي بي على اتش، مزبوط. فلو جيت عند اي نقطه طلعت على الكيرف هذا لو انه صحيح انها ميو كونستانت بكون هذا صحيح، لانه هاي عندي هون هاي الطول اتش مزبوط وهي الطول بي. لو جيت اخذت نقطه ثانيه هون وين الطول بي؟ هي والطول اتش، مش هدول نفسهم بيطلعوا هذا على هذا.